إف إم أحلى راديو. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الخميس 12/2021، موعد جديد من نوفيل جينيراسيون. تحية لكم الناس الكل وين ما كنتوا، في خدمكم ربعينكم في كرهبكم سيس وروحكم، الناس الكل تنجموا تفرجوا فينا على شين يوتيوب إف إم تي في ولا على الباج فيسبوك راديو إف إم. شكرا لوفائكم لنا على إف إم، على مساجاتكم وتشجيعاتكم الفريق نوفيل جينيراسيون. مستنيين معكم حتى لتسعة متاع الليل بقيادة مروان بوزين. مونغا تي مونغا سور عسلامة، مرحبا بكم في نوفيل جينيراسيون من توا حتى للتسعة كالعادة، وكما عودناكم برشا ضحك برشا جو يستنى فيكم. أنيقة وجميلة بلوكن جديد لنا العسلي. هلو هلو، مرحبا بيك طارق، مرحبا بالعبيد اللي تسمع فينا الكل. بلوك جديد شي ذا وين صار شي صار؟ ما خاطر عند ميلادي عنده خمسة أيام فهمت، دونك قلت خلينا نحتفل لك ونعمل لوك جديد بعد بجمعه. انت بعد بجمعه تغير اي ميله، هو كان يغير قبل بجمعه فهمت. اما ما تعرف احنا ديما روتار، دونك هذاك علاش. دونك ننتظروا لوك جديد زاده من اللي عنده ثلاث ايام من عمل عيد ميلاد احمد العجيمي. اهلا وسهلا طارق حنيش وجميع المستمعين كالعاده. كالعاده طارق برشا سعاده في الاميسيون، ساعتين جاكم بي. كيفاش يكون اللوك المفاجئ زعما شنقرع؟ تعرف تعملها؟ شنو نعرف نعملها؟ كانت ليه؟ كانت تعملها. كانت تعملها. تعرف كانت تعملها. عندك هدية خيالية. بالله. كان جيم قرع نهار اثنين. أنا كان جيم قرع نتبدل جملة. إيه تبدل. تحول معناها. حتى الضمار معناها. عمري ما عملتها. جملة. حتى مرة في حتى مرة ما قرع. حتى مرة. أي مرة هذي. أي. حط في قلبك وقرع. أنا تواتيني برشا هو ليه؟ أنتي دباز. تعذر معنا ليلى معمري. أهلا وسهلا ومرحبا بكم فينا الكل. أنا البارح قلت لك محلي، اليوم شوفوا ليديا محلي. كل واحد. أنتي أحلى يا ربي. شكون انت يقري فيك في هذوما فاهم؟ واحد يقري في روح. فرما واحد من اللي خرجوا معنا ما قاعد يعطي في النصايح. قال له قول محليك. عندك عيد ميلاد قلت لي ولا شنو؟ شنو عندي عيد ميلاد؟ عندي عيد ميلاد الى الشخص الاقرب الى قلبي، محمد خويا الصغير. اكثر انسان نحبه في الدنيا بعد امي وبابا واخويا الاخر. والفلوس نحبهم الكل. ليه نحب نقول جويز انيفرسير لخويا محمد، نحب نقول راني نحبك برشا 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 اكثر من اللي حتى في مخك. ونقول له ان شاء الله عام مبروك سعيد. هو قد ايه في مخه؟ هو برشا برشا يعرف لي نحبه برشا. عام جاي ان شاء الله اول عام في الفاكولتي. الشهر جاي شهر جاي صحيت. نقول له كيما رفع لي راسي وخذ الباك، قدرة ربي زادة ثلاثة سنين اللي جايين تك تك فيت في وعطاوة فاكولتي بي هو ديجا في منوبة. نقول له بون شانس وإن شاء الله بارش فرحة. عطوه في منوبة هو بلا ستويتي العائلة هاي نعرف. قولوا ان شاء الله بنجاح، ان شاء الله برشا سكسي، ان شاء الله برشا فلوس هاي. من عندك ولا من عندي، المهم برشا فلوس. انا زاد نقول عيد ميلاد سعيد لاختي، عيد ميلادها اليوم 12 اوت، كل عام وهي حياة خير. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Habib. Happy birthday to you. هم شكون اخر عنده خوه ولا اختو ولا لا لا مش مصر، كنا مولودين في اوت معناتها. لا نقول لك حاجه، انا اكتشفت لي اشتر تونس في اوت بشوي. انا في مارس خويا. انا في مارس. اي اشتر تونس خويا يا اخي. قلت كل محمد اليوم مستر لي. انا مستر لي محمد اليوم وامي لندي. ايش هي العامله هذه؟ امي نهار لحد سمع شيء اوت يا وسهيل كوندكتور في اوت وخمسه ايام وخمسه ايام اخرين فما طارق مان. ان شاء الله نخدمو. فاش قاعد تحضر شو مام زهر برشا جاب السبته ليه بثلاث فما جوز انيفرسير اي وانت عم ناول بالسبت وعم ناول بالاثنين. دونك ذكرني فما واحد يبيع يا احمد فما شكون يبيع سبح وكل شيء فما سبحه. لا انا مروان خمس قالوا لي قاعد تخطط في حاجه كبيره. خطط خويا في كادو. قالوا لي راوك كبيره قدام دار الرانج. قدام دار حبيب. اش تعمل؟ قدام دار حبيبه قلبك. يلا تسويت لو كان يلا. لو كان اش تعمل قدام دار؟ كانت اخويا مرجتنا اخويا عم كامل اماني اماني في الراديو تو تجي تحضر معنا. لا لا مش قابل كليديا في الفكره باش تجيبها. اي مش مدخل الدار الرانج في اماني ومعها العدل المنفذ. معها العدل المنفذ ولا شيء؟ ايوه طارق فما واحد يهدد فيا في المساجات نلقاهم في الاوتر كل مره يبعث لي في مساجات غريبه. انا نقول نسخاب في بروفيل معناتها ولا واحد يفدلك يا اخي. لا اليوم الصباح بعث لي هو الشخص شكون؟ شكون؟ راجل اماني يهد فيك انت. قال لي راكم باش تريثوا خير لكم فهمتني. قال لي عاملينها ماتير المراه عديناها برشا
عادي مرة اثنين ثلاثة خي المرأة معناتها تقلق في حومته ولو يعيطوا له يا راجل اكس طارق يا راجل اكس طارق ماهيش اكس هي ما كانتش اكس احلام اكس طارق شنو؟ كنت نحبها هو قال زاد تعرف شنو قال لي هو كان يحبها هكا هو عمل هكا مالا كان خرج معاها قبل شنو كان يصير باهي يا سيدي لو الله يهديكم الله باهي لو كان تقوم تلقى العجمي لو كان تقوم تلقى اماني طارق يسيبني عاد شنو هي هذا كان جاي وخرج معاها راه جابها في الحقائق الأربعة يحكي عليها شين لو نلقاها موجودة هي في الدنيا تلقاها بجنبك تلقاها بجنبي شي معناها أنا بيت في الشارع في كهرباء اللي بحذايا لا 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 تلقاها أنتم تلقى روحكم عرس بها سيد باهي لو طارق سامحني عاود تبعث لي ميساج آخر لما ظهر لي بيزار شوية سيد فما واحد يهدك يقول لك ابعث لي لوكاليزاسيون لو تصورني باش ابعث له لوكاليزاسيون معناتها أنا باش يجي ابعثونا ديجا ما يعرفش هو يا فهم وين اوروزمون هيا باهي يلا لو كنت قمت تلقى هذه اختارت شخص اخترت واحد ذكي برشا تقول لك ساعات الناس ما يحبوش لو راجل ذكي برشا طارق خاطر كان يبدا ذكي دونك باش يفهمها اكثر من اللازم هذيك علاش هي ما حبش تخرج معاك ما حبش تخرج معاك انت 17 دقيقه وقت هذين المغرب في تونس توا وقت صلاه المغرب في مدينه تونس بالله يا سيد المخرج ندل عليك عاود لي جينجول لو كان خطر عنده برشا وما قلتش الحكايه تو سويت لو كان مره اخرى يا سيدي خطر حكيتو ياسر وما جاش لو كان توا رسميا في لو كان ما عادش نخرج خرجة اخرى ياسر برنامج منظم هو من اكثر البرامج المنظمه راهو في في اي اف ام اسمع ويستناوها برشا ريت سورتولا يا ليديا شو احنا مع الوقت ما نفدوش ريت اخبار البلاد وضع البلاد وين ماشيه قيس سعيد شنو يحب يعمل خريطه الطريق الكل يستناوها كل يوم من 7 للتسعة فما برشا اللي يحبوا يسمعوا السياسه والكل يتغدروا لقيت هذا يحطوا اي اف ام يا اخي لقاو طارق الحمام لو كان تلقى اماني بجنبك ناخذها لا ديجا ما عرفت باش تعمل نزيد ناخذها مره اخرى نكتب عليها قد ما نجم باهي لو كان تقوم لو كان تقوم خويا بلت طارق عم كامل لو كان اعطينا حاجه حقيقيه اخو هاي هذي قريبه للواقع برشا رسمي واقعيه معناتها نجم تصير اي باهي في عالم اخر الدنيا اخرى لو كان تقوم تلقى بوك ولدك وانت بوه بون سير عاود لي لو كان تقوم تلقى بوك هو ولدك معناها بابا اللي بغى نقولوا محمد أي ولدي وانا اللي سير طارق بوه نتوب من المخدرات خاطر برامون هزتني الهاويه كبيره برشا ظهر لي ثنيه اللي ماشيين لها خايبه ياسر كيفاش تخاطبوا تولي مثلا معناها بالادوار كان انا نقوم الصباح يقول انا البو يعني عندي البوفوار نتاع بابا وولدك ولا بالبوفوار البسيط نتاع الوليد اما فرد هو شكل وانت فرد شكل هذا كليماتيزور ما يقفش في الدار كليمات امبوسيبل وان شاء الله هو يمس يقول الكليماتيزور جينا برشا ايش مدخلك صحيح تمشي خلص انا خلص انا بيدي نقوم الصباح نلقى بابا راقد ومسكر الكليماتيزور نحل عليه الكليماتيزور اي نعم ونقول انا ونقيم واسمع وان شاء الله يقوم لي مخر ولا يقعد تفرج في التلفزه ولا يلعب قل له تخرج من هنا تمشي تخدم ونحي البيلات من الكوموند على الكليماتيزور باش ما نجمش يقوم يسكروا خاطر هو يقوم يسكروا ويبعدها ما تعرفش انت كليماتيزور تنجم بالفيشه مش الكلهم بال لا مش كلهم بال كليماتيزور سنترال انتم كليماتيزاسيون سنترال عندكم مش الكلهم مش اللي عن سكنين في جيون بيب على اساس ما يعرفوهاش ليه كهو كهو خبره يعرفوها ما ننسميوه جي اه وباس قل الكليماتيزور نقوم قل واسمعني يخرج يخدم يعلم بي يا ربي انا كل يوم قاعد نلعب عليكم بقلب الادوار جاي بقلب خويا الادوار كومبليتوم معناها انا غاتس بين السيونس والفيزيك والمات باش نلملكم يعلم بي يا ربي انا من ماتير الماتير الريفز ونحضر باش نثقفكم ونخرج مصروف دينار قهوه من البيفيت ونقع في الدخان يعلم بي يا ربي علاش انا هذا الكل باش انت تخدم مرتاح باه العجيب انا معناها انا قمت لقى بابا ولدي اي نقول له راني فيق بيك ثقت عندك بريكايه في سرويلك وراني طفيت الضوء شين؟ نقول له فقت عندك بريكايه في سرويلك وانت في الضوء على البو بو كيف شميت ريحه الدخان قلت له ما انت في الضوء باش تخدم على روحك باه ليديا باه فما في كل اخدم على روحك باش تلقى بعد قرايه باهيه صحيح عند كل ام تونسيه سر انهم كي يدخلوا للدار يدخلوا متغشي اي ما عندهم حتى سبب مقنع يخليهم انهم يتغشوا يدخلوا طول يعيطوا يدخلوا طول متغشين طول في الدين يبدوا ينفخوا على اعصابهم على الاخر فهمت كي تتقلب بون انا امي لا راهو عجيمي
امي يدخلوا متغشين امي 26 سنه متغشت شو 26 سنه متغش اللي جيت انت ما عرفتها ما عرفتش السبب علاش من اول ما عرفت يومي متغش 26 معناها مش من قبل ما تجي انت من اللي جيت انا ظاهر سبب الغش غير ما تلك ما فهمتيش اعطاها معلومه مش فاهم خلفيتها اللي هي واضحه صحيح دونك فوالا من غير حتى سبب مقنع دونك توا كي تتقلب الحكايه فهمت أيوة. ولي انا نعطي اسباب لاولادي علاش انا متغشه علاش انت متغشه ما شو انا متغشه اقلب وجهك عليا اه نفس الحاجه باش تقعد اي جوست اما جوست نقول لهم فهمت لي انا متغشه ليليا قول لك كلمتي قمت تلقى كلمتي انا قل قمت نلقى انا ام امي ماني شو شك صعبتها ليليا مسكينه ليليا مش مش قول لك كلمتي اي ريفيزيون في درس حبتك لي كلمتي نكهه شنو معناها تقبلي عندي سوير سامحني معناها كنولي انا بو بابا اي معناها بابا يقعد يستنى فيا باش باش الدار تفرق باش تدخل صاحبته باش تدخل امي عليه معناها انت تعمل فيها دوك يبوك غيب انا درنا عمرنا ما فرقت طارق حبيت نحاول نعملها دوله فرقت اه يا طارق وندخل نعمل لك الشو نتاعي يعني. اسمع القنوات هذه اللي تتفرجوا فيها ذي من الصباح لليل وذي اللي قاعده تضيع فيكم ما عادش نحب نلقاها لهنا قناه الجزيره والعربيه ولا ما عادش نحب تشوفها ذي لهنا يهبلوا فيك صحيح نحب من الصباح لليل دي تيب سبع الليل نزال السعدي في حوارته وبابا راهو فان كبير نزال السعدي ابو والقنوات التلفزيونيه التونسيه الكل هو يموت عليهم بوك بابا عنده جوز مشاكل في في حياته القنوات التلفزيونيه والبرامج التلفزيونيه والتكنولوجيا ولده معناها هذم الكل يعيشوا معاه في الدار معناتها احنا التكنولوجيا شنو معناها لي مثلا تكون قاعد وتشد التليفون معناتها تصور بابا يقعد بحذنا في الصاله واحنا الكل شادين تليفونات غاطسين ونتفرجوا في ديتيب ونزال السعدي يعمل دايه تو نمشيو ديكور بونشي يبدا يغلي المشكله هي طارق لا ماناش قاعدين نتفرجوا كيجي هو يبدل ما نخليوهش ابو ما تلقانا بغاتين في التليفون أي. وانا نتفرجوا يقول لك ماكمش قاعدين تفرجوا شادين التليفون عمالين نحبوا نسمعوا تحب تخلي تسمع نحبوا نخليوها هكاك تحب تعيش برشا حاجات نحب نعيشوا هكاك انت شنو القنوات اللي تفرضها محمد انا ندخل نلقى بابي يتفرج في الاخبار حط سبيس تون علي ايش دخل سبيس تون عادي انت تو تفرج سبيس تون عقده من الصغر قعدت لك من لونفونس اي اي نقول له مازال تحط اخبار نهنب عليك اخبار ليه حط سبيس تو هكا بالعياط هكا تعيط على ولدك قولوا اسمع يا بابا حاجه اخرى ماركة الخضرة وجلبينك هذيك شون تايب هي ديجا موجودة معناها باش تخلي نفسها باش تحافظ باش نحافظ عليها بالكدي بالكدي الروسيت زاد نفسها كيما تعملها هي اما على طول الجمعة خاطر انا نتغشش ما نتغشش كيفاش نعمل كي تبدا هي عاملة مرقة خضرة وجلبينة خاطر احنا كل يوم مرقة خضرة كل يوم مرقة جلبينة فهمت دونك توا باش نقلب لها خلي تحس انا شلون نحس كيما احنا طارق الكهرباء الكهرباء راهي ماهيش راهي للخروج والدخول والدخول والخروج الكهرباء راهي الكهرباء للعائلة مش الكهرباء اللي كنتي لشخصك الكهرباء هذي انت قلت لي بوب تقول هكا شنقول له ليه الكهرباء راهي للسهريات انا طارق اخرجوا اخرجوا فتقوا امشي لصاحبتك وين هي في منوبه برالها وين يقرا وين ابعد هي برالها امشي حوز ليسونس ناو نعطيك اصرف 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 على صاحبتك اصرف على الليسونس يهمك فينا يهمك فينا انا تو نتصرف انا البو وانا نعرف شنو انا هاني نقرا هنا باي باي قديش ما مشقع بشوية ليلي انا نطيب عكس شهوة عكس شهوة اي ما مثلا تقول لنا والله امي شهية بار اكزامبل مقرونة فرضا فرضا طيب لوبيا عليه شمال انا نصير لي كيك ما عنديش نعمل مع ابوك مثلا شنو الحاجات اللي يعملوا لك ابوك انا عيط له من بيته ونقول له مد لي الدبوزه اللي قدامي اي موجود اي سورتو الكوموند الكوموند بس ما يخشني حكايتها الكوموند يا اخي شبيت صنعت باش تضيع ديما لازم يعملوا لها ذكير يتحط في الشوفه يعملوا لها ذكير ضاع ذكير اي صدقني فما في دار صاحبتي عاملين الكوموند بورتوكلي بورتكلي معناتها شنو معناتها تخرج في يدها كوموند عامله هكا ليه تقعد تشنشن فهمت فيها فلتر تعم برشا حاجه تشنشن مش انا عملت اذكى حاجه مره طارق ليه تخرج الكوموند مش الكوموند تشنشن يقول لك تخرج صاحبتك هي عملت مره اذكى حاجه مش نقل الكوموند الكوموند ربطها بتليفون قديم تليفون قديم كي ما لقيتش نطلبها تنقز وكي تليفون يتسكر وكي تسكر تليفون لا ديما مش ترجع لقدم كان نوكي لقدم مذوق كي تيحي كاسر زليزية سسمو اوكي فما فازة لا ما يشبيب خطر ما عادش يتبيعوا اي نوكي علي مازال مازال يتبيعوا كان جدودك ذوكم كأنك حاسين الكوموند كيف ده انت ماكش باش تفرج في التلفزه تعدي دو باساج كيف في الصال تراهم الكوموندات يظهروا لك معناها تشوفهم محطوطين اي كي تجي انت تقول لي خلينا نمشي نعمل طله شنو فما في التلفزه تدخل ما تلقاهمش وي وفما ديما الفازه الاخرى علاش التليكوموند نتاع التلفزه محقوره على الاخر
معناها علاش دي كان هي تقعد جديده تاع الريسبتور ديما تتكسر وتتهلك وياخذوا واحد اخر والله في راس مساحه هذي نتاع التلفزه ديما جديده نوف كيما هي اسمعوا البيليت نتاعها ما فيهوش فيسع لوجيك اما اللي عنده الارضيه راه زوج تلقاهم الارضيه يحصر على الارضيه عندنا الارضيه يا طارق كنت تتذكر قبل شنو عملنا كل شيء ظهري باش يدوها الارضيه قديش رخيصه معناها قالت الارضيه باش تشدها فيت في حط طنجره حط كسكيس اما تعدي غرفه اما تعدي حاجات غاليين ماتشويت ماتشويت الوطنيه قال الوطنيه وقت تونس 7 21 وريون اي وريون معروفه في الليل ليه الارضيه تو مثلا شي مازال نستعملوها عليها ماتشويت الشامبيونز ليغ اللي الفرق التونسيه كي يلعبوا في بلادهم يعديهم على الارضيه ولا في البين سبور الفضائيه ما تلقاهمش ابون وي انت ما تبعش كره ما بليت تذكر كي يبدا يطلع واحد الفوق للسطح ويبدا يريقل وتبدا تسمع جيت التصويره ليه ما زالت شويه بيحرك شعره يمين ولا يسار وين كنت انا على اليسار تو سفا بالله يرجع ليش تمس فيها حط نسمه سينال هبهي يخليش نسمه اكثر واحده سينال هبهي والله ما نعرف ديما اي واحد يقد لنا ريسبتور يقول يحط نسمه ولا لمبيسي لمبيسي تو وقديش تغلط احنا اللولو عاد يبدا القنوات الكل ما يخدموش كان تو تخدم اي صحيح شنو هي الفازه يا اخي انا نتفرج كيف التو تجعل خاطر اخي وحده رذيله برك في دارنا كيف التو راه نتفرج ابو بوك يتفرج في التو كلنا يفهم اللي تحكي ولا اللي يصير بالطبيعة نفهم الفهم مزور كل شيء كيف التو نحط احنا لم بي سي اكشن اما عمرنا ما خلطنا على اكشن عليه ديما قاوم دراما ويبكي صحيح فما كبرنامج اكشن هي دوري دي ما يعاودوا فيها مين فيش ليه ليه فما كليب زيدا فما حاجة اخرى ام بي سي ماكس شنو ما انت شنو علاش تعملوها اصل شنو الاضافة متاع القناة تحسها مرسكي معاهم زعما حطينا ام بي سي وعلاش ماكس شنو القصد تو الاكشن اكشن لا ماكس فيها افلام مش مرة هي على الاشي بيك هي وتو عاملين يعملوا عكس بعضهم مثلا تو تعدي جمعة كاملة فيلم رعب جمعة ما ماكس موكيكي هما جمعة 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 اي الجمعة هو النهار والجمعة اللي بتاع اللي بتدير يا اخي انت ليش طرقتي ما تقص عليه باش توعيني عليه معنا هكا نهز الوقت ديما امك سامحني وصلتني عليك ديما انت فهمتني قدك جمعة يا ليش تصلح لي كيفاش المستمع بالك ما فهمك فهمني المستمع ولا ما نعرفش مش تو جابوني كل قبل فهمناك من واحد في مونتاج انا 20 قالوا لي ما فهمتش في مونتاج في اللوت اي تعاد احكي لك في الماكس يعملوا جمعه الاخرى اكسيون يقلبوا على بعض يقلبوا الماكس بار كونتر طارق لام بي سي 2 لام بي سي 2 فيها حاجه غريبه برشا اللي هي مثلا فما الحاجات اللقطات اللي انا نحب نتفرج فيهم كي نبدا وحدي شنو هي اللقطات تحب تفرج فيهم اللقطات اللي نحب نتفرج فيهم كي نبدا وحدي عياط ولا حاجات كوره ولا ما يجيوش اللي فيهم تبا بي سافا اللي فيهم تبا نكون قاعد على روحي يدخل بابا ولا امي ديريكت خويا يجي واللقطات هذوكم الكل ديما فك السكوندا نتاع دخلت بابا ولا امي جايه ولا ساعتها نبدا انا وخويا وحدنا نحبوا يجيوا اللقطات تعرف انا انا ليه عمرها ما تصير لي حاجه كيما هكا كيفاه معناها انا عكسك كان نجم نكونك اللي نتفرج وقت اللي تجي لقطه البطل في الجامع ولا في حاجه يجي باب ابون اي من لا دار تاع توبه في اولاد مفيده وقت كنت حكيت لكم عليه الاولاد تصور انت اولاد مفيده معناها ما فماش كي جي بابا اسمه سير مفيد ما فهمش يعني ابرم ما تعرفش التانيك انت طارق ابرم ما تعرفش التانيك نحكي في التوانسه كي جي بابا وقت فتح لديه يمشي يصلي في الجيم في اللقطه سبحان الله ودي انا اقوى من هكا في دوغا الاكسبلوراتريس بابا ما يدخل كان كي جي ذيب باش يسرق شنو هو انتم ما تعرفوش حتى ديرو الكالكولاتريس هما اسمها الترجمه نتاع ام بي سي 2 لا تفهم تعمل هكا لا هكا ما تبع بركه اي تبع ما تعرفوش دوغال اكسبلوراتريس ما تعرفوش دوغال اكسبلوراتريس نعرف اما غب عليا الاسم على كل حاجه باهيه برشا يا طارق قلت لك نعرفها ما هي قديمه يلا نختم معاك ناشونال جيوغرافيك ناشونال جيوغرافيك اللي بابا يتفرج فيها من الصباح لليل ما يصيروش فيها حتى شيء نقعد نتفرج معاه يوليو دوزوز دوفانات يحبوا في بعضهم يبوسوا يتعدى فكرون يلعب مع غزاله حاسي الوين يلا بصين معكم حتى للتسعة متاع الليل فينو في الجينيراسيون قدوا معنا راجعين بعد شوي 37 دقيقة رجعنا معاكم فينو في الجينيراسيون تحية لكم ناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا موصلين بقيادة مروان بوزيان مانغا تي مانغا سور ليديا العسلي هلو هلو بنيو لوك أحمد العجيمي أهلا وسهلا بصواغ بصواغ وليليا المعمري أهلا وسهلا مازلت لوجه على هدية مازلت متواصل التو هاني قاعد مانتي فيش مانت مانتي في الطفلة انا مازلت مصر شو تجي يلا تتويت الان بداي ولا خايبة راهي الفازة اللي عملتها اللي هو تو انا مثلا نفرح بالكادوات اما امم تو وانا فرحان قلبي تقسم على زوج حاجات تو جيب هكا وش نعمل له ولا تو ذا معناها يجيب لي كادو نخاف ماذا بيا ديما الكادو القيمة نتاعو شوية باش نخلط
فهمتني معناها ترجع تعمل مخي ساعات تجيك كادو يرعب وفمك اللي يقعد يذلوا فيك كيما واحد يخدم معانا واحد مرة يخدم معانا تعرف أحسن حاجة تصير من واحد يهديلك هدية إنه يهديلك الهدية وغدوة مسافر يا من لبنة كان ترى ما بنها وبعد يموت يا ربي أنا أنت توتيدي يسبحوا لي لسيز لا لا أنا أتمنى أنت وليدي تسافروا ندور دورة كيسحة في فيراج أتمنى أنت وليدي تسافروا علاش أنا أتمنى أنت وليدي تسافروا لبلاد أخرى ولا لا هو عم الجي وعد ميلادي مازال ما وفيش مازال أنكوخ أنا نوفا نكمل لو 14 خاطر مش على ليلة نكمل لو 16 سامحني خاطر طرق لو 17 أيام عيد ميلاد ليدي كما أيام كارتاج السينمائية فما لوفرتور ومن بعد فما الكلوتور جيت بالبري اوفرتور صحيح البري اوفرتور انت سنة فينا باش نسافروا البلاد اخرى ولا الدنيا اخرى؟ اه البلاد اخرى البلاد اخرى انت حتى كان سيفر دنيا اخرى ترجع له كيل برنس يلا الراقد العجيم يطلع له حناج القصاب جيب عامر وين بو زين ذكرتني سرحنا اهلا ومرحبا بكم في القصبجي والله طارق ديما في القصبجي نعمل في غنيات تونسيه مسار وتزير قريب برشا معناه لكن الراب طلع اكتشفتوا انه موسيقى الراب يا جماعه يسم موجوده في العالم الكل والراب الامريكاني اثر على برشا معناتها على العالم الكل, على العالم الكل بما فيهم السودان وموريتانيا والصومال انا اليوم عملت ريسيرش كبيره تحيه المستمعين في الدول هذو السودان وموريتانيا وعندهم راب تراب مش تسمعوا راب راب اقوى ما سمعتوا في حياتكم نسمع مع بعضنا الراب السوداني هذا ترا يلا الصومالي سمعوني فما درو دكتور ولا لا لا ما سمعوكش بير الله يسامحك هذا الغري اسمه ديك ديك اي بالعربي نورمال مش قاعد يقول حاجه ممكن ديك 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 اما حلوه هو الراب كلام مو معاني مو ريتم والله والله كيفك تحكي هكا على اغاني الراب فدلك صاحبي كلاي نسمعوا زيد راه مرتين مع الكوكي نسمعوا زيد مع بعض فما راب موريتاني اللي ابداع بالرسمي سوداني سوداني مروان هذا سوداني اه سامحني سوداني انت دوني من كثر ما مشبهوا لبعضهم هم ممكن فرق بيني صدقني تمهمشت تمهميشة اعطيني نسمعوا بعض الراب كوكي هذا مش كوكي واحد يقلد في الكوكي كلمات الاغنيه في بالو كوك معناها نهبط مقلد كوكي السوداني في اليوتيوب كلمات الاغنيه يقول بالله لو تون اللي فسرت لهم لي بارول عزه عاود عدي هنا الاغنيه في الغربه شغالين غربه يا اخي ما كتفي كان نرجع دولار كثير نتزوج ونستكي ونحب زوجاتنا الصالحين ما فهمش لو توم على المخرج ديريكت قال تزوج ونحب زوجاتنا الصالحين قال عايشين في الغربه عايشين في الغربه عايشين في الغربه شغالين شربن شنكن كثير هذيك ما فهمتهاش اما خل نروح اذا ما نروحوا نروحوا بدولارات كثير شو يعملوا نتزوج زوجات صالحين الله زوجات صالحين تقوى الايمان اكثر من زوجه السودان انا هو عاش البرا في الغربه دولارات كتير علاش مش يروح يتزوج زوجات صالحين السودان اربعه عندهم يعني عندهم الحق ياخذوا اربعه والله ما نعرفش في بلي في مصر هكا هو نعرفش شيء نسمعوا زيادة مازال الراب السودان قريبه لمصر مازال الراب راه مازال ابداع نسمعوا مع بعضنا الراب تو باش سمعنا راب مش كيما اللي تعدل راب موريتاني هذا راب موريتاني قوي برشا مؤثرة اسمه جي بي اس شير فمش ايو شاب دوني مهنة علموا لنا بلا فايدة لعبة ضحكة كذبة كامل للمجعني انا شفناهم يلعبوا يضحكوا في قلوبتهم يبقوا يكتلوا شفناهم يبقوا يدمعوا في قلوبتهم يبقوا يضحكوا المولى عبدو خلقوا عبدو يلا يحمدوا باللي خلقوا بيه ربوا هذا ما يخلناش ننسيو نكمل لكم بقيه البارول خاطر في تونس تفهم معناها النجم الهايكا رغم المهزلة هذه ما ننساوش اليوم بعثوا لنا الحوت طارق مش بونسيب نعملوا مشوى كل بالحوت في لافينيو هذاك اي انت ما قيدت في منظومه احوكس يا ايه ابعث في حوكس هذا يجي ابعث في حوكس فيه كلمات السعر رابور هذا الموريتاني شنو اسمه جي بي اس جي بي اس معناها رابور ضايع هو متلقاش روحه مسمي روحه جي بي اس اللي سامحني قبل ما تعديوا اللي بعد انا والله عجبتني شنو اللي عجبتني اللي تعدي شنو اللي بعد ما نكملوا فخرتك بعد ما نكملوا فخرتك نحب نعاود نسمع ذلك ستريت ثالث على فكره انت ظهر فيك ما تفهم جمله موسيقى جمله على خاطر السيد هو والريتم على خاطر هو مازال ماهوش فاهم اللي راهو الريتم هذا تمام
في جيج وحوت جيج وحوت جيزي وزيوي جيج وحوت وحوت ليه جيج وحوت يا تعرف خلي كامر نفسر لكم في الراب فما ريتم وفما الكتيبة اللي تكتبها البارول لازمك تتبع الريتم معناها مش جيست تحط الريتم وتتكلم هو الجي بي اس خونا هذا عنده كلام حب يقوله حط لانستوري يمشي على روحه وقال اللي حب يقوله قال لي حب معناها شد التون ريتم كذا بلا تحب عاود اسمع تفهمني بس مع بعض كمل فخرتك بعد نعاود صحيح نكملوا الاكستري الاخراني هذا زيادة من موريتانيا بلاد الحوت ازاي نقلي رد بالك عم تعيشها بلاش سوي واعمل واجمع كاش ما الدنيا صعيبة وبدها سلام سيبك من روح احضر لك جاي انا قرش انا قرش انا قرش انا سمكة وصحوبي ملان في الجلمة نشتنا بنعمل غلبة تجينا يا خيالي منخ قال سمكة ولا ايه ما قالش يا كيك قرش انا قرش انا قرش انا حوت ايه ايه مش تفهم راهي بلاد الحوت ايه وانا ما هوش يلعب الحق ايه ومن اهم والله تعرف لكسوم تي ومشي شوية على السعودي لا 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 قال انا قرش انا قرش انا حوت انا سمكة ايه هل عنده فقدين ذاكرة لا ما دار لي سيش تكي فهمت كيف تذكر البارول انا ايه دونك خو جي بي اس ضايع واحد ياسي مدخل دونك هذي كانت قصبجي اليوم كانت تحب تشارك بحاجة فقط قصبجي مش مشكل سينون بعد قول لي ليه ليه نغلق نغلق القصبجي دونك كانت هذه قصبجي اليوم نتقابلوا في بلدان اخرى ونتقابلوا في موسيقى اخرى ان شاء الله جيست نستسمحك ونسمعك الثالث هذاك الضايع جي بي اس اي كان نحب نعاود نتبنى الموسيقى اعطينا جي بي اس جي بي اس في الكليب يبدا يلوج هو جي بي اس لعبة ضحكة كذبة كامل اللي مجعني ناس شفناهم يلعبوا يضحكوا في قلوبهم يبقوا يقتلوا شفناهم يبقوا يدمعوا في قلوبهم يبقوا الريتم على روحه المولى عبده خلقه عبده يلا يحمدوا باللي خلقه به ربه تحية للفنان جي بي اس على كل ابداعاته ايه ايش بيك برافو الجي بي اس من جديد انا الفقرة نتاعك مروان ديما كي نهبطوها بقى في اليوتيوب نحطوا بلتي اللي رابيو اللي تحكي عليهم خاطر نعطيكم العنوان يعملوا معناها نمبر كبير الاسماء هذوما انا هذوما شيب شو نسمي حط شيب تونسي يكتشف المع الاغاني شيب تونسي ما تبيعش الموريتانية خكمل لك شيب تونسي ما تبيعش بدل هذه اسمعني موريتانيا بلد الحوت عندها رابريت زيدا الله هذا تيتر صحيح هذا تيتر غني الحوت اي يلا شحال تسمع موسيقى يلا ترتاح بسرعه غني موريتاني غني موريتاني لا نبدلوا معناها كل زول عنده مرأة لنا ما عندي مرأة لا ليديا يا انت شمسي ليليا لطفي بوشنيق لطفي بوشنيق عنا إيمان الشريف إيمان الشريف بابا بحري ورجعنا معكم بعد شوي 47 دقيقة رجعنا معكم في نوفيل جينيراسيون موسين حتى للتسعة متاع الليل معنا مروان بوزين مونغا تي مونغا سيغ بالله طارق كنا نسمعوا في غنية إيمان الشريف توا بابا بحري مع تحياتي معناتها إيمان الشريف وأصحابنا وياه وخيانا ما نحب جيست نتسائل قصبجي مازال عايش معايا شوي ايه؟ الرباتيكا 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 شنو معناها؟ شنو معناها إيه الرباتيكا الرباتيكا أهوا أهوا شكون الرباتيكا؟ هي مش غنيتها هي مش غنيتها يا خويا كاتب الأغنية الملحن التراث شنو معناها إيه الرباتيكا 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 أهوا أهوا أنت كقصبجي غدو جيب لنا تفسير شكون الرباتيكا شكون الرباتيكا شكون اللي ولا يقولوا أهوا أهوا فيلسوف قديم تونسي كاتب عاملين نهج الرباتيكا شكون الرباتيكا هذا أحمد عجيمي بونسوار 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 ليدي العسلي هلو هلو وليلة المعبري أهلا وسهلا يلا نمر لشنية تحب تقول له قعدنا كان نقولوا شنو تبي حد مجاوبنا تعرف سي فما شكون بعث شنو عاد يقول لكم لو 2 سبتمبر داكوغ شنو باش يقول لنا؟ ما نجمش باش يرجعنا هو شنو تحب تقول اللي جاب فكرة معناتها أنت تحب تقول اللي شكون جاب فكرة الطيارة باش يجاوبنا إي شكون جاب فكرة الأسانسور باش يجاوبنا نحكي على الحيين احنا في البلانينغ مش عندنا صبر باهي لو 2 ولا لا عاد لا عاد ارجع اسمع كازو لو 2 ارجع اسمع لو 2 كازو لو 2 باهي قلت الرباعي انا يعني سي ما قلتش صابر نجم يكون عمو نجم يكون حبيت الرباعي اي رباعي شنو تحب تقول اللي جاب فكره دوبوار فجأة خلطت عليه سي عليليا وليديا انا لا احنا خلطنا على الاملاء الاملاء الذاتي الاملاء الذاتي فجأة املاء ذاتي فجأة بنص ورقة اتنجيها الاملاء الذاتي انا نحب نقول اللي عمل دوبوار فجأة نحب نقول له باش نعمل غياب فجأة لوتو ديكتي اي حسرة والله كان عندي رجل خالتي مرجني باللوتو ديكتي يعني. معناه في بالو في السيف وقت نمشي وين نمشي بحذا خالتي تولد خالتي كيجي بحذاه يلعب بالبلاي انا كي نمشي بحذاه بوه عامل لنا اوتو ديكتي هيش مقابله بعضها فهمت حسيلو على الدفوار الفجئي طارق كان عندنا بروفي علمنا قبل بنهار
قول حذروا رواحكم غدوة عندكم امتحان فجئي. اي والله من بعد فهمناها ضميره هذا اللي خاطب ما نعرفش ماهوش ضميره اما شنو في الحكايه. يقول عندكم امتحان فجئي اما يفاجئنا بالحاجات اللي ما قريناهمش يعلمنا اللي هو فجئي اما يحط لنا حاجات ما قريناهمش المهم مفاجاه فوالا به. ليليا احنا انا خلطت على الورال يكون فجئي معني ما تعرفش عليه تكون قاعده يقول لك اي سكروا الكرارس نس كل ورا او سكروا الكرارس جمله تفجع انا نموت ما كنتش انا كرارس انا كنت ما تخافش منها ما كنتش ننسى كرارس معايا نمشي انا ذيك كنت نخاف منها على الاخر انا كنت يسر قرايه الحقيقه شنو انا كنت يسر قرايه ما انت حتى كي ناخذ نوت خايبه نعقب روحي وحدي معناتها امي ما كانتش ليها بي في الفاز تذومه ليميت انا من مره جبت 17 معدل في الدار قالوا ايش تعمل بها فهمت والله في العشره تنجح هنيجي في تقرا سبور طارق تقرا سبور معناها عادي دي سيت سي لو نورمال معناتها كان تجيب اقل من 17 يتغشوا عليك والله طارق على فاز شنو اللي قلت لي الشفاه نقراو تربيه اسلاميه قرا معايا تلميذ ما ننساه سي ام 2 وقتها احنا نقراو اسمه بالقاسم اي سي ام 2 نقراو اسلاميه ظهر فيك تعرف سي ام 2 ها سي ام 2 في سيستم فرونسي معناها فهمتيش معناها كي كذبت عليك راك صدقتني انا الكذبه تعديت لا اسمه مروان بوزيان سي ام 2 حاسيلو نقراو تربيه اسلاميه يقرا معايا تلميذ اسمه بالقاسم بالقاسم خرج بالقاسم باش يقرا سوره الفاتحه اي فهمتني كي خرج بالقاسم احنا بيدنا كلنا خفنا لانه نعرفوا بالقاسم خفتوا على سوره الفاتحه معناها بالقاسم مسلم خاطر خايف من بوه عرفتوا كان يقرا معاك سنه اولى يقرا معاك سنه اولى مش تلامذة خايفين البروف بيدو يخاف منه معناها فهمت صحيت سنه اولى معوده 6 سنين ديجا يحجم شليغمو هو الوحيد تلميذ سنه اولى يحجم شليغمو بالاقدميه صحيح خرج شفاهي كي خرج حسيناه باش يعمل حاجه طايره على الاخر خرج وعمل هكا بسم الله الرحمن الرحيم قلنا سي معناتها حافظها صدق الله صدق الله العظيم اقسم بالله يا ترى مش الحبر الصوت السري هذا نوع متاع شلبوق كليه وقت تشلبك يا ترى فما معلمين يضربوا طلع له الشعر من خشم تفضل خويا كم والله اتعس مره واحد تقرا معنا في السنه الاولى عمل اتعس من هكا من باقر بسم الله الرحمن الرحيم لك رتلها برا هذيك يسخنوا بها يسخنوا بها عمل بطل عالبا انت كي تروح متقلقه من دوفور فجأة امك ايش كانت تعمل معك بالضبط ان امي من نوعك اللي تلما هو قلت لك تلما كنت نبكي معناتها ونعاقب روحي وحدي معناتها اللي تقول يسمع جتني منهم مره قالت لي فسرت لي معناتها قالت لي ريتهم الدوفورات هذوكم اللي تعديهم راهو البروفيت ماهمش يصلحوهم من نصله معناتها متاع شيمك فيهم المهم يزيم المرج اخطاني بركه فهمت طريقه اخرى للمعالجه طريقه اخرى للمعالجه انا مشيت الحقيقه ولا مشيت من بعد وليت حاسيلهم متاع نورمال امي قالت لي مش بصلح ترخ مميتي الله يرحمها ام بابا الله يرحمها كنت تصلي برشا فهمت تصلي برشا تصلي برشا هي مسكين الفتره الاخرانيه تصلي برشا برشا انا وافل الفتره الاخرانيه مرضت مسكينا معناتها تنسى اللي هي صليت فهمت معني معني تنجم تعمل معني تسمع اذين توقيت مصر تعاد تصلي تنجم تعمل 12 صبح 13 عصر راوي ندخل معني كان تصلي على مروان صحيح معني في رمضان كان تصلي عيطوا لها تصلي تراويح صحيح عيطوا لها لله مشينا وندخل نلقاها تصلي الغريبه اللي فما نهار قربت بحذاها نحب نسمعها معني كي قلت يا اخي تو هي نسيت زعما حافظه صور قرانيه وقاعده تصلي وكذا نهار قربت بحذاها نلقاها تعمل بسم الله الرحمن الرحيم نبدا الليله من بعد كي تعمل تهز راسها تعمل مع الحمد من نقول لك الحمد هذا انت خصم لي خك ونقول لك طالع البدر دوما زاد كيكا ليه يا في خير عمر ان شاء الله ربي يقبل لك هاو الله يرحم ترى العمل بالنيات اي العمل بالنيات به هذا يا سيدي كنت في التربيه الاسلاميه قبل حكيت لي امك ساعه بعد تفرح بيك في التربيه الاسلاميه كنت مريقل ولا في التربيه الاسلاميه قراتنا بروف نقدم لها تحيه كان قاعده تسمع فينا هي في مخها بما انها تربيه اسلاميه دونك التلمذه صعيب برشا وانه يفسكي معناتها واحد فيهم طارق دونك ما تقومش من الطاوله يا احمد ما تقومش معناها من الطاوله تثبت وكذا تقعد ساعه كامله وهي في طاولتها احنا خويا تلقانا ديما الكرارس في الدرج متاكدين اللي هي انا فما مره هي تلموم مع شتاب حطيت الكراسه بجنبي كريمو معناها متهني ونك متهني يا خويا ريح يعمل هكا تحت الكراسه جيت قدامها هبطت وجيت تجري
راني عديت جمعه وانا نشهد خاطر حسيت اني انا خرجت بالحق من الدين الاسلامي فهمت استغفر الله ولا حول ولا قوه الا بالله استغفر الله ولا حول ولا قوه الا بالله في نفس الوقت اللي هي قاعده تعمل لي هكاك التلامذه قاعدين يفسكيو الكل معنا وراها كيفاش تفسكي في تلبس معناها تفسكي ايات واحاديث ما على خاطر نخاف من بابا برشا يا طارق معناها تصورني انا هو هكا توا تبدا تفسكي انت في حديث يبدا ينهى على السرقه وعلى الغش يا اخي مره زوزي فسكيو على بعضهم في التربيه الاسلاميه قالوا الايه هذيك بدل فيها باش ما يفيقوش كشفنا الخداع والكذبات الكل احنا جينيراسيون جديده ما ماش عندهم ما يكذبوا على ولدهم على بروفيتهم احمد كلمه سمعتها اي قال احمد بيه شي تحب تقول فما كيف في بنزرت مكان كي يمشي له برشا كي صيفوا فما كي تصويره على الشبكه كي يتصوروا فيك الشبكه هذيك وهبطوها التصويره هذيك شي تحب تقول جيب الفكره هذيك راهي تعذبت عذاب القبر في هالسيف راهو فما بدونيت ريتهم طلعوا فوقها حاجه لا راك الله مكروه معناتها هما كي عملوها عملوها كي على شكون هكا يبدا مش فما بوا معين خفيف فما بوا معين راني ريت 16 فوقها راني ريت 16 بعيني هذي ريت 16 قاعدين فوقها مزح والله ملا جو معناها تصورنا احنا كي ابو حميد 16 واحد جروب على شبكه والماء تحت شبكه واحد والله جو الهواء جو والله ما فهمتش علاش ليدي علاش ديما تحب الحاجات اللي محليهم ما تحب تخرجهم ما فيهمش الجو معناها مش ماهمش ما فيهم الجو اما فيهم جو العبد بركه زوز ناخذ نعمل لك سوم نعمل ثلاثه باهي 16 كي يبداو مثلا ثلاثه اولاد و14 بنيه باهي على شبكه واحده باهي شنو خايبه طارق باهي العجيمي انا شنو تقول له الجيب فكره نحب نقول له راهي الشبكه هذيك اللي هي تفرح ناس راهي تبكي في الحوت والله بالحق معناها باش تعرف الفلسفه ساعات طارق ساعات الحاجه اللي تبدا مصدر سعاده الانسان تكون مصدر بؤس الانسان صحيح اي جو كونفيرم سا انا احمد ربي والله برافو واحد اي طارق انا يا طارق بالرسمي احنا رانا خير من الحوت ابو الناس هذه ما تعرفش ابو من وين اي لانه الحوته مفروض لانه الحوته تولدت مفروض عليها انها تعيش في البحر احنا تولدنا عندنا حق نعيشوا في الماء في البحر تولدت القرح والله مصدق طارق مش قاعد نسمع اي مانيش مصدق مش قاعد معناها مروان يقنع فينا وبيقنع في المستمعين اللي هو خير من الحوته اي نورمال اي تو احنا طارق مخيرين غدوه خير من الفيل كل حيوان من الحيوان احنا عندنا عقل معناها النجم ربي ميزنا بالعقل هي حوته ما شكون قال لك الحوته تحب تعيش غادي في الماء في الماء خدش من الحوته انتحرت ما تراش فيهم في الناشونال جيوغرافيك بداو ينقزوا ديما نخرج في البارتي هذيك ما نكملش قلبي وجعني برشا ساعات يوري حوته ملكي ويعمل بالين اخي بالين كيعمل على ذكر الحوت لا على ذكر الحوت سامحني انا باش نتكلم يزيني مسكت طارق وبربي ما تقصش عليا لو ما راهو يعطينا في معلومات غلطين راه لو ما يعطيه في معلومات غلطين توا ملي احنا صغار نسمعوا اللي الحوته عندها فقدان الذاكره اللي تنسى كل 15 ثانيه شكون قالها يا اخي فما شكون الحوته قد تولي ننسى هذيك يظهر لي معنيش معلومه كيفاش اكتشفوا اللي هي تنسى بعد 15 ثانيه كيما نقولوا بالصناره طيشوا لها الطعم فهمت طيشوا لها كليتو خذيتو تشدد فيه عاودو تشيلو طعم بعد 10 ثواني كليتو تشدد فيه كي لا قطعت ما تشددش فيه كي دايشولها بعد 16 ثانيه عاودو تشد الطعم هذا ما اسمش فقد الذاكره ترى اسمها نفحه حوته نفحه ويا هذا نفحه ويا وتمشي كيفها معناتها بنات تونس الكل باش تطلع في الاخر حوت صحيت كلهم حطيت ما مش 15 يوم ما غادي جات الحوت عليك هذيك اللي صحيح نورمال بالكونتر طارق احنا كانت عندنا اكواريوم فيها حوته نتعدى بحذايا نبدا نسمع اكواريوم فيها حوته بركه اي ما فقراء اخويا الحمد لله اللي اكواريوم يتكلف راهو بالعكس مش دليل فقر كان شكون عندكم برشا اكواريوم مني بكو اكواريوم اكواريوم دي اكواريوم اي وكل في حوته باه حاسيلو الحوته هذه كل نتعدى بحذاها ولا باش نوكلها ولا حاجه نسمعها تبدا تقول يا محليه الاكواريوم كل 15 سكوند تعاود يا محليه الاكواريوم معناها عاشت معانا برشا اللي توفيت يرحمها وقت مانيش عارف توفيت خاطر حطينا بحذاها فكروني كليها مش عارف عليه لو كان المراه مثلا تنسى كل 15 ثانيه تولي كيما الحوته كيما استنى حتى الرجال ما راه منسيو هما كل 15 انا كل 15 يوم نسيو الطفل اللي يخرج معاه اللي يخرج مع واحد اخرى بعد 15 كل 15 ستوري لا دور العجيمي تعرف ما تنسى كل 15 ثانيه يا اخي هما البنات نسكك نسي شنو نسكك تو ينسيو بتبيع عندهم قدره رهيبه على على
على النفسين مش ترمى وين ينسى إلى دتها إلى دتها تحكيت فرغة من أنا عرفت لا لا لكن خدها مرتين ولا حبة تنساها لحكي جملة وكل مرة تعودش بدها لي لحكي لي ما كرهش لي ما كرهش إيه أنا طارق ساعات نقول هاي خليش سمحتني توكي أنت تقعد تذكر فيا هي سامحتك باش تمخطك باش تمرر لك عيشة على خاطر هي ليدي على خاطر هو ذاك ظاهريا سامحتك أما بطنيا مش تعذبك آه بتبيع انت قلت لي مروان علاش ما يجاوبناش هو ديما صاحب الفكره هاي. احنا حكينا على صاحب الفكره نتاع الشبكه هذيك هذاك قرر باش يعتزل ويسكرها الشبكه هذيك أيوة. اما بعث لنا علاش 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 قرر بالبعد الفيديو هذا قال لك هو السبب اللي باش يخليني اني نحيها الشبكه هذه وما عادش فما هذا ما عادش حد يجي رعتونا هالفيديو هذا قال لك دليل انه ما عادش تصويره احمد العجيمي زاد مشيت لها شبكه بتبيع واستمتعت اما انا مش كناس انت اللي حكيت عليهم ليدي انا حبيت اعمل ستوري كيما ستوريه ليدي عرفتك ستوريتك اللي شهيوك في الفاكونس وفي اللايف ما خفتش معايا ابو انا كريتا ما حبيتش هو حتى مولا الاغنيه اصلا مش مصدق اللي هي اغنيته تعديت تو انا ولا اعمل جو نهارها شخت ولا شخت نو اخر واحد انت طلعت فيها بعد ما مرمت هكا الشبكه هذيك اللي راو فيها في الفيسبوك تو ساعات تحل منتي قاعد في دارك تخرج لك 16 ستوري في نفس الشبكه ما انا قاعد نتخيل كيفاش هي محطوطه غادي يبداو الناس شادين الصف كملت خويا تورناج معناتها كملت خويا صحيح كملت خويا فما بالله خويا انا باش نروح وتاي ومعايا المراه نعم طلع في ساعه وفما معايا المراه حبله الشبكه يمشي شولد يطلع فيه شاوة شبكة وفما كل فما كل أغنية برشة ديما الحاجة اللي يشوفها يقولوا النجمة روح بها ولا ناخد منها فما يدي قص وبعد صحيح فقرة الكراش سيتي بيانتوا إيير الجروب اللي أنا بعثوا له بلي مروان خويا وعندي أصحابي ما حبوش يقتنعوا عليه مروان شنية يا مروان صاحبي صحيح فما أصحابي ما حبوش يقتنعوا عليه نخدم 7 ل 9 يطلبوني ديما في اللونتين أنت أصحابك أنا بابا أبوك ما حبش يقتنع أنا بابا ليه يقول لي تولى تردوك أنا بابا كل يوم يعاود يطلبني في مخه لين يوفيت الحكاية الكراش سيتي بيانتوا إيير يبعثوا الحكاية نتاعهم العبد اللي شاف طفل أول اللي شافت طفل وعجبها ما نجمتش تحكي معها تبعث الجروب هذايا ثم يجي معانا يحكي الحكاية نشوفوها شنو هي الحكاية ونشوفوا شكون معانا أهلا وسهلا عسلامة شكون معانا بقينا واحدة من الادمينات اللي موجودة في جروب جيت حبيت نمثل إسوار ولا زوج انت باش تحكي لنا القصة عن طريقك انت اي ثلاثة ولا اربعة شكون معنا باهي مادامك ادمين خلينا نعرف شكون لسه الادمين ايش اسمك نور 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 مرحبا بيك نور نورنا بالقصة هذه اللي بعثوها لكم يلا بون المسؤولو اللي يقول اليوم على 11 اوت 2021 البارح كارجيز الزربة نتاع 8 نتاع الصباح انا ضربني النور منتهشر طريق كامل حليت عينيا وصلت البطاح جيت عيني شريناها محليها ومشبع لابسه سروال جين وشميز بلوفير سروال جين وشميز بلوفير حبيت نحكي معاها غير ما جاتش الفرصة وزيد معاها طفلة لابسة كومبينيزون يظهر لي في النوار ويقول لها بروبين عليك يا مي اسمعني يريد يريد ديال جندوبي في جيبس ران ربي قدر الخير والشخص ذا كوفيت القصة غادي ها ايه نورمال ما وفيت وين راها نور بالضبط راها في في البطاح في كار جيبس جربة ما حدش مواصفات ما فماش مواصفات ولا حاجة ليه ما قالش قال عينيها محليهم وقال مشبهة ولبسة رويل جين وشميز بلوفير أي مواصفات وهو ما قالش عليهم باش هي تعرف الشخص اللي تحكي عليه لا ما قالش انا قريت لك المساج ديريكت كيما جاي انت ما دخلتوش البروفيل نتاعو كي بعث لكم الحكاية حسن بالله سامحني القاعدة على الشبكة نور اللي نحكيو عليها شنو هي؟ نسمع في صوت الموج حر لما انا بيجي ما ندخلش للبروفيل معناتها خاطر معناتها يبعثوا لي الاستوار كيما هي انا هبطها فهمتني؟ به واضح خاطر ديجا انونيم يبعثوها فهمتني؟ واضح فما قصة أخرى نور؟ فما حكاية أخرى يلا نختموا بالقصة هذيا هي اليوم 12 أوت في مترو ساحل سوسة مهدية مع ساعتين ودرجين طلعت من باب جديد قعدت بنية مقابلتني لابسة باسكيت بلون سرويل جين وشميز بلوري شعرها انوار وطويلة وعندها تليفون جبونس جريك سيت طلعت مرأة كبيرة في العمر قبلتها معاها عاملة اوبيراسيون على عينيها شفتهم اللي بون اللي خطفت له قلبه ولا تبكي خاطر سخفوها كيفاش عاملة عملية على عينيها قالت هي كاملة نغزر لها في مترو ما نجمتش نحكي معاها هبط في مكنين وهي تعبيت هزت لي قلبي معاها بقات في مخي مروش ننساها وكانها لهنا مانيفاست سواء وكهب
الله الله الحب على محليه مذمومة الله ان شاء الله يلتقي بها الشخص بها ريت ليدي الحب ديما في الترنيت والمترويت راه صحيح اي عند العجيمي هذي عطى في تاكسيات فما مشكوره نوري على الاتصال هذي الحكايه الثانيه دوخ وشاعريه برشا موصلين معكم حتى للتسعه متاع الليل الاخبار راجعين معكم بعد شويه